الحمد لله. يعني والله سر النجاح يمكن محبه الناس، يمكن على انني بوتيتر سي باسكو سي لو سول كونسيبت اللي هو كيهتم بالناس ديال السوشيال ميديا، لي بلوغور، لي انفلونسور. دونك ديكو بحال لا عطيناهم واحد المساحه اللي هي كتبقى مساحه مهمه ساعه المكانه باش نتعرفوا اكثر على هاد الناس من غير داكشي اللي هما تيبيعوا ولا الدعايات اللي هما كيديروا في السوشيال ميديا. فكنتعرفوا على الجانب الشخصي، الباركور ديالهم، شنو داروا، شنو قراوا، فين مشاو، كذلك يعني كيفاش تبداو هاد الخدمه هادي، كيفاش كيتعاملوا مع الناس ديال السوشيال ميديا اللي هما لي فولورز. دايوغ سميه ديال لي فولورز. دونك كنظن بانه النجاح ديال البرنامج اولا كيف ما قلت لكم دابا سي لي ستار ديال السوشيال ميديا اللي كومام تيبقاو جد مهمين بالنسبه للناس. وفي نفس الوقت انا البرنامج دايره عن حب. سي موا كي بريباري توت لي روبريك دو ا جوسكا زد، سي موا كي في لو شوا. بيان سور الفكره كانت ديال مدام بلامين واللي هي لا ديريكتريس ديال شادا تي في. Mais j'ai vraiment tout développé, les rubriques que j'ai créées, le choix même des invités, c'était bien sûr en cours de Mme Bellamine, mais j'ai essayé d'être un peu diversifié par rapport au choix. Des fois, quand on prend مثلا, des blogueurs, influenceurs, il y a même au Maghreb, des fois à Dubaï, des fois à Washington. J'ai essayé d'être ciblé, des gens différents, pour nous aider à trouver les gens. لا، البرنامج ما كيقلبش على البوز. البرنامج كيف ما قلت لك انا كنحاول على اننا نعرفوا جانب اخر من هذوك لي انفلونسور، جانب اللي الناس ما تيعرفوش، جانب اللي هما ملي كتشوف واحد الانفلونسور مراه ولا راجل كتلقاهم بانه كيبيعوا شويه الحلم، كيبيعوا شي حوايج اللي هما زوينين، دائما تيكونوا لابسين زوينين، تيبينوا شي امور اللي هي كتبان لي باي، كتبان شي حاجه زوينه، ولكن ما كنعرفوش اشنو وراء هذاك النجاح ديال داك الانسان. فمني كنتكلم على الخاصيه ديال دوك الاشخاص هذوك هاد لي انفلونسور، هنا كاينين اللي كنلقاوهم ساكن لانه دوزوا واحد الباركور اللي هو ماشي سهل، كاين اللي تمحن، كاين اللي وقعوا له مشاكل في الصغر ديالو، كاين اللي تعرض للعنف، يعني كاين اللي عنده مشاكل مع العائله ديالو، كاين اللي هو عنده مشكل نفسي ولا ماشي مشكل نفسي مي عنده ضغط كبير وعنده معاناه حتى في هذه الخدمه هذه، ولكن هذا الشيء كله ما تيبينوش. ففي البرنامج ديالي كيتكلموا بكل صراحه، كيتكلموا بكل امانه، بحال جالسه معاهم كناخذوا قهوه وكنديو نجيبوا الدردشه اللي هي بقلب مفتوح. ويمكن هذا الشيء هذا هو اللي عجب الناس، لانه وانا كنشكر كل الضيوف ديالي اللي جاوا، لانه بالفعل كنحس بهم بحال خوتي بحال خواتاتي، كيتكلموا بكل طلاقه، وحتى الناس عجبتهم هذه الصراحه ديالهم. سي تو. الوغ السبب هو انه بالفعل يعني هنا بوغ رمضان جاني واحد الدور اللي هو المده ديالو شهر في مسلسل بحق فوج زازات، دور مهم، ولكن ما كانش يمكن لي على انني نخلي المباشر اللي عندي في الراديو اللي في برنامج لحظه امل على شادا اف ام وبرنامج فلور اللي هو تياخذ من عندي وقت كبير كبير بزاف في التحضير، بحيث كان الكل تقريبا بوغ شاك انفيتي سان بخون او موان واحد اون سومين دو بريباراسيون. دونك هذا الشيء ماشي بالسهل باش نلوح هذا الشيء كله ونمشي نمثل مده شهر وصافي ونجلس، راه ما يمكنش. اي سورتو ملي تيكون برنامج يلاه كتوقفوا على رجليه، يلاه كتقول خصني انستالي الناس باش يولفوا باش يعرفوا باش بزاف ديال الامور. دوكو سيتي سا. فكنقدروا نقولوا امل المذيعه ديال الراديو ديال التلفزيون ما كتخليش امل ممثله تمشي تمثل. ممكن لا، الحمير حاشاكم حاشا كاع المشاهدين. وان فيت سولها العشابي سؤال بسيط، قال ليها علاش كتقلدي امل صقر؟ ملي قالت له فاش؟ قال لها كتقلديها في التمثيل وكتقلديها في بانه هي تصورت مع حمار، انت نطيتي تصورتي مع حمار. المهم هي تصورت وابخي قالت بانه الحمار ديالها احسن من الحمار ديالي. انا مني عاودت صورتني واحد الصحفيه ودايو غادي كانت دارت البوز هاد لا فيديو، قلت ليها الا جا هو حمارها زوين ولا احسن بصحتها بحمارها، من في الاخر تيبقاو كلهم حمير او لا. كلمه اخيره للمتتبعين ديالي، كنبغيكم بزاف، كنقول لكم عواشر مبروكه باش ما تمنيتوا ان شاء الله بصحه وسلامه واي حاجه بغيتوها، ويا ربي يعني نعجبكم في كل جديد ديالي. وتبعوا برنامج فولورز على شادا تي في، فكاين فيه الجديد وغادي يكونوا حلقات تري سبيسيال ان شاء الله في رمضان. كنحبكم، كنموت عليكم، تبعوا الجديد ديالي على هذا لو سيت. اش واقع؟ طيب اش واقع؟